محمد ثروت، اتفضل. السؤال الرابع والاخير لجامعه بنها. جوكر تاني، مش هينفع رياضه تاني. قدرات ذهنيه. قدرات ذهنيه. سؤال ب20 نقطه ولا 30 نقطه؟ 30. دوس على البازر. قدرات ذهنيه. والسؤال هو حل المساله الاتيه: 485 على 5 في 12 ناقص 666 يساوي كام؟ 485 على 5 في 12 ناقص 666 يساوي كام؟ محمد مرسي جاوبت؟ تمام. ثانية، مفيش إجابة. جامعة النيل، أخد إجابة حالا. روضة، 886. للأسف الشديد إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 498. هارد لك يا روضة، وهارد لك لجامعة بنها في 30 نقطة دول. النتيجة في نهاية اللقاء 145 جامعة بنها، 110 جامعة النيل. أفضل لاعب محمد الزوقة ب 75 نقطة. برافو عليك يا زوقة، تألقت، برافو عليك. جامعة النيل محتاجين ترتبوا أوراقكوا تاني، عشان كده المجموعة اتعقدت. تعال نشوف ترتيب المجموعة الأولى بعد انتهاء الجولة الأولى. في الصدارة جامعة القاهرة بثلاث نقاط، 210 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثاني جامعة بنها، ثلاث نقاط، 145 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثالث جامعة النيل، مفيش نقاط، 110 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الرابع جامعة قناة السويس، مفيش نقاط، 105 نقطة إجابات صحيحة. طبعا لسه بدري قوي إن احنا نعرف مين اللي ممكن يتأهل لدور الثمانية.